بس ليش التعاطف هو جوهر الأخلاق؟ لأن التعاطف قوة تدفعك لتقديم أفضل ما عندك من خدمة ومال ومساعدة، والتعاطف أيضا يقودك إلى التصرف الأخلاقي الراقي في مختلف المواقف، يعني حتى مع أعدائك، مثل ما عمل صلاح الدين لما أرسل طبيبه الخاص علشان يعالج من؟ علشان يعالج عدوه ريتشارد قلب الأسد. فالإنسان لما يخلو من التعاطف فإنه يخلو من الإنسانية، ولذلك فإن المجرم ما يعرف معنى التعاطف ولا ما ارتكب جريمته، لأن التعاطف قوة إنسانية عظيمة والمجرم ضعيف نفسيا وأخلاقيا ولذلك يرتكب جرائمه. العجز عن استشعار أحاسيس الضحية هو اللي يسمح للجاني بأن يكذب على نفسه ويشجعها على ارتكاب الجريمة. والتعاطف أيضا مو بمجرد نوع من أنواع الذكاء العاطفي فقط، وإنما هو عبقرية ذاتية ونفسية يتميز بها من يملكها.